لو الحكايه فيها ان فيتو عمليه زرع الكبد هو ده الحل الوحيد في الحاله دي، بل ان هو الحل الوحيد الجذر للمرض ده. هو المرض ملوش علاج للاسف. بدات في الموضوع، كان في الاول في مستشفى الطلبه، هم اللي حولوني هنا للمواساه لجنه زرع الكبد، دكتور احمد بندي والفريق المختص. ان احنا بدانا الاول ندور على المتبرع، للاسف برضو مع ندره المرض بتيجي حاجات تانية نادره برضو زي فصيله الدم، زي التوافق الامل. محدش لاقي عندي خالص طبعا متوافق معايا. فساعتها انا بدات اشوف ايه الاختيارات اللي قدامي. انا كنت بحكي لصديقي محمود بالصدفه، بعدها قال لي عبد الله طب انا ممكن مفيش مشكله. قلت له خلاص تمام، احنا هنروح نشوف التحاليل وكده ونبدا نشوف. حصل توافق ما بين عسير الكبد بيني وبينه وتمت العمليه الحمد لله. تمام. المستوى كبير جدا، انا لقيت دعم شديد جدا 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 على المستوى النفسي قبل اي حاجه. المستوى النفسي ان انا كنت مهيئ لكل حاجه بتحصل، وده يمكن كان السبب الرئيسي اللي انا فضلت صامد الفتره دي. يعني الثبوت اللي كان عندي ده كان نتاج ان انا ببقى مؤهل نفسيا لاي حاجه انا داخل عليها. في العمليه انا عملتها يوم 9 مارس. طبعا انا كنت متخدر اكيد، بس اعتقد يعني استغرقت ما بين 12 و13 ساعه في الحاله. بس انا افتكر ان انا قمت بالتخدير كويس جدا، قمت في وعي، قمت في العمليات الحيويه كانت كويسه.